سيكا building trust. كيف تقول بريكو ايه بتقول لي بون بلان. فريق اليد في اليد اليوم حط الرحال في فوشانة من ولاية بن عروس. جينا لحي سنيت وقررنا نعمل استفتاء في الحومة. السؤال هو شكون ترشح من حومتك باش نفرحوه؟ تقريبا كل اللي سألناهم رشحوا نفس العائلة، عائلة عم حبيب اللي قالوا لنا انه يسكن في دار صغيرة هو ومرته وبنته وراجلها وثلاثة صغيراتهم. قالوا لنا انه كل متساكني الدار يستعملوا فيدويات ضيق النفس بسبب الندل الكبير الموجود في دارهم، فقررنا انه نمشيو لعم حبيب ونعاينوا المكان. دار زعمة؟ بالك جينا بكري اليوم؟ عسلامة، صباح النور، لاباس يا حاجة؟ أنت مرت عم حبيب؟ هيا تخرج بحذنا شوية كان تسمح؟ شبيك مفجوعة؟ أنت بتفجعش؟ بساش نصوروا ما؟ باهي، عم حبيب لهنا في الدار ولا؟ لهنا؟ ما لعيتهولي زاد، الكل. هاي صباح النور عم حبيب، لاباس عليك؟ ايناس من قناة نسمة، فريق اليد في اليد من قناة نسمة. يا عم حبيب انا قعدت متشوقة باش نشوفك، عندي ساعة ندور في الحومة. ساعة ندور في الحومة، اللي نسأله ونقول له شكون ترشح باش نفرحوه، يقول لي عم حبيب. الأول، الثاني، الثالث، الرابع، حتى لين جينا للسيد أيمن. قلت له هيا سيدي الحل وربت في يدك أنت، كان باش تعطيني نفس الاسم هو اللي باش نخدموا له الحلقه هذه. يا سيدي رشحوك الحومه الكل باجماع عام انه حضرتك ظاهر انسان طيب برشا، ما نعرفش علاش الحب هذايا الكل تو نكتشفوه يمكن. الحمد لله الحمد لله. باهي قالوا لي اللي عندكم مشكل في الدار برشا ندي. معناها اذا كان تحبوا كان نقول لك شنو حاجه اللي تحبني نفرحك بها في الدار، شنو باش تكون؟ نداء هكا هو شكون المشاكل صغار بنتك هذوما حكاوا لي. قداش من واحد في العائله انتوما؟ ثلاثة صغيرات ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ما شاء الله. به نحيو نداء إن شاء الله. هاي سيدي نحي وندي تكلنا على الله. أم باش نعمل ليد في ليد مش انا راهو باش نحي ندي وحدي بيان سور، ما نجيبش نحي وحدي الحومه الكل. وعدني سيد ايمن انه باش يلم لي الاولاد الحومه الكل ومنهم جارنا الناس طيبه زاده هو اللي نعتني على ايمن ديجا باش نعمل ليد في ليد الناس الكل. حاضرين توا راهو تو ندخلوا ندخلوا. هاي الحقيقة جيران عم حبيب ما بالغوش كي حكاولنا على حالة الدار. ندي لقيناه في كل بلاصة تقريبا. الأثاث ما فماش، سبعة أشخاص عايشين في دار فيها فرش واحد وزوز جريري. الصغيرات ما عندهمش لا فرش لا بيرو، ما فماش حتى وين نحطوا الحوايج نتاع الصغيرات ولا حتى الكبار. حالة السلدوبان كانت تعبة على الأخر.
الأمور هذه الكل لازمها تدخل عاجل من مهندس البرنامج محمد علي جميلة، اللي أول ما كلمته جينا على جناح السرعة باش يعمل التشخيص متاعه، يوجهنا ويتصل باللي بروفيسيونيل اللي نستحقوا تدخلهم. دالي إينيس، لي مزور تري بيان تري بيان. خذيت لابيسيت دونك ابار ندي انا سا برشا ندي في الدار. شفت الحاله انا دخلت شويه ما معاش نجم نتنفس اصلا. الحل هذاك باش نقاولوا على شغمو ولا ابار غير باش نعملوا شنو نجمو اخر في الدار، نحب يدخلوا يبداو مش عاقلينها برشا تبع الدار فيها. ماذا بينا اما الوقت دالي عندنا جمعه راهو عندنا اسبوع. سي با كاف نجم نخلطوا نعملوا حاجه باهي باش يبور متاع ليكيب والناس الكل ان شاء الله نعملوا حاجه مزيانه. بلال سيكا شنو حوالك؟ الحمد لله استنيناكم في الدار هذه، مستحقينكم برشا. راك تشوف الحاله اتخوس ندي بارتو. سي واضح. نعرفش اسكو في الديار الكل ولا كان في الفوشان عن الرومونتيكا بيلا ولا هو المشكل؟ راهو المشكل الدياجنوستيك لازم يكون من الاول حتى قبل ما نبنيو الدار. نحن تو في الكهذا عندنا رينوفاسيون، معناتها باش نشوفوا المشكل ونصلحوه. المشكل هذا الرومونتيكا بيلا جاي من ناب، من الدار ملوطه من القاعه. وشنو الحل؟ الحل نتاعو كان جينا باش نبنيو من جديد، راهو فما ديزاديتيف يتحطوا في السيناج وكل شيء. اما تو باش نصلحوا، نحن جوست نصلحوا هذا. اوكي. في هذايا فما بلايص لازمنا نعملهم ديكاباج جينيرال، لين يظهر الحجر ولا الياجور ولا اللي هو. وبعد عندنا اندوي اللي هو السيكامير دراي باش نلايقوا به ونجيكتيو دي برودوي في الحيوط باش تستوب لوميديتي. شفت بلال كيفاش شومبر معمول روفيتمون ميورال؟ باهي هو المشكل هذايا، علاش عملت حسب رايك روفيتمون ميورال في شومبر اكوشي؟ هو المشكلة اللي عنده رومونتيكا بيلير كما شفناها البرة، هو باش يكاموفلي ويغطي، فهمت؟ باش يعمل فايونس، لكن هذا ما يمنعش، خاطر علاش؟ بعدك يولي يطلع له، ولا يخرج له من الشيرة الأخرى، معناتها السوليسيون هذايا راهي استيتيك، أما راهي ماهيش دوراب. هي صاحبي سلدو، باش نعملوا شونجمون البيبي هذايا شوية من هنا، باش يطلع حيط هكايا، والفايونس هذايا باش نعاودوا عليه فايونس واحد آخر. والقاع باش نعملوا هذه غرفه واحد اخر. فيها خدمه ذي. اما خايفين زادا من دي اللي يعاود يطلع لنا من اللوطه. باهي. انت بعد ما تكسر على روحك كل شيء، فهمت؟ اول حاجه نرقعوا البلايص هذوما الكل، نعديوا الجعبه نتاع الماء في الشاب. اول حاجه كالعاده لازم نقضيوا قضيه الشانتي واللي نستحقوه في الكل، والبدايه كانت في بريكو اند منيهله، وين باش ناخذ كل شيء ناقصنا من اوله لاخره. ايناس القضيات اللي يستحقهم الكتريسيان باش نبداو بالبواتات هذه الزرقاء. اي هذيك الزرقاء اللي هي تجي لولانيه بالكل، معناها يحفر لها هو في الحيط. فما التروا موديول يستحق 5 كعبات تروا موديول، وفما البوات 6 موديول اللي اكبر منها هذه. اي هذيك كعبتين. اوكي. وفما الكات موديول، خاطر كل شومبر وقداش فيها من بريز ولا قداش فيها من انتربتور. هذو من بعد ما ناخذوا لي بوات انكاستري من بعدهم تجي المونتور. هذا يركب لهنا هكا. يعطيك الصحه، هذيك تركب البواطه اللي هي مجيون كاستريه في الحيط. أيوة. ومن بعد تركب المونتور هذايا كيكو سوا، معناها 3 موديول ولا 4 موديول ولا 6 موديول، ومن بعد يركب فيها لابارياج اللي هو الانتربتور البريز الفارياتور، هذوكم يتسموا لابارياج. هذوما اللي مش يبدا بهم الكتريسيان، معناها هذوما تري بيان لو طون اللي نوصلوا لي لامب سبوت والفينيسيون وكل شيء. هو زاد وصاني على اللامب سبوت. اي ناخذوهم في الدار. اي بالطبيعه بيان سور. ايناس هذه لامب سبوت. أوكي. فيها زوز انواع، هو الكتريسيان قال لي ام ار 16، خاطر هي فيها زوز انواع، فما جي يو 10 فما ام ار 16. اما انت مش تختار معايا لو بويسونس، خاطر فما 7 وات وفما 5 وات. انت يقولك لي راج فما لومير دو جور وفما البلون، معناها هيك لي راج بلون ولا جون، وانت الاختيار ليك انت. بلون نعطيك بلون. وهو قال لي الجي يو 10، معناها مش يخدم باللامب جي يو 10. داكور فهمتني. اوكي هذايا ما نعرفش من بعد ما اخترنا احنا السوكل سبوت قداش تتذكر السوكل نتاع سبوت قداش من كعبه وقت اخترنا؟ ستة كعبات. دونك لازم لهنا تستحق 6 كعبات من اللامب سبوت. اوكي ميرسي. هذوما لي لامب. ثاني وحتى كانت سوسيتي دربان فرير
وين باش نعملوا كوموند في كل ما يخص البلومبري. وبديت على بركة الله الشانتي تونيزي كاروتاج كانت أول متدخل معانا باش نكسروا الحيط اللي بين الكوجينة والصالون. مشكورين تونيزي كاروتاج عطوني شرف هدين الحيط بكله. تجرين الكل جاوا معانا وحطوا يديهم في دينا. Entre-temps, عم حبيب جاي يطلع علينا من الباب تصدم، شاف الحيوط تهدت والدنيا حايسة، تي حاسيلو ما فهم شي. عم حبيبي باش بك مصدوم؟ صافي بلي عندي بركة مش نحو تبرك له الدار. هدينا الحيوط؟ هديته الحيوط. تفجعت؟ تفجعت. لا لا ما تخافش، شو بحول الله سميع العليم أنا شفته البلان بإذن الله باش تعجبك. يعطيك الصحة. وهذايا لازم منه على خاطر حتى الحيوط اللي كانت موجودة وبرشا حاجات كي تقلعت. لا راسية ناقصة هي برشا. صحيح. اللي عنده خاصة الميديتي الرطوبة هي اللي قلقتنا برشا عنا صغيرات. وفما عندك فويت في سلدون في بالك شبيه؟ البانو مازال غادي. البانو ما ها هو هون. وهذاك المشكلة. هذاك كله نداء، شفتوا الحروف هذوكم؟ خضر بندي هيك عنده تاثير معناها الماء يسرح من اللوطه لين الحيوط كلها تعملت بندي فهمت المهم ما تخافش صاحبك راجل بارك الله فيك باذن الله باش نعمل يد في اليد وكل نهار باش تدخل للدار تشوف حويجه جديده ان شاء الله باهي يعاونكم وان شاء الله في ميزان حسناتكم يعيشك ربي يفرح كل مؤمن امين 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 يا ربي ان شاء الله كل حد ربي يعطي قد قلبه. سوسيتي دربن فرير جابت لنا السلعة اللي وصينا عليها وباش يبداو يخدموا في ليزانستالاسيون والبلومبري. من جهة أخرى تونيزي كاروتاج عاونونا في البني ما قصروش حطوا يديهم في دينا. الناس الكل حطت النيت في اليد، الجيران من جهة، لي بروفيسيونيل دو سيكا من جهة. هاوسي؟ هاي، هاي نجربو ترى. وهذي جوية هذي؟ بيستخدم بها. كيما هذي؟ اي كل واحد يخدم على روحه، شنو نبدلو بها هذي مع بعضنا. اوكي. هاي حطها على روحك، اوكي. شوية حط شوية باش تفهم البروجي ملو. أو. سهل، اسمع. مازال يقول لي شوي. اغزر لي، سهل هاو. تعمل هكا، حطها بارتي برك. باهي نتاو هذاش نعملو. هاو شرجعها لازمك تتعلم على قاعدة. اوكي. رايف حط في الوسط. سي بون. ها ما تنسير سي بون. اوكي. حطها هكا. هكاك. واعمل هكا. هاي هاي صح. تو تو ريتها. اسمع ديما سباتول ما تحطش هكا ديما انكليني شوية. اوكي. انكليني شوية. تو نمشيو نخدمو على رواحنا. نحاول نكوبريو الحيط كامل. هاي 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 هاي
مزيد برشا خدمه مع الوقت. وانا معاكم. هاي هما كملنا معانا في اكسبيريانس. هاي سمعت داك شنو يقول عن احمي يديك احمي يديك. لا لازم تحمي يديك. ها دي بون سيكا امورك واضحه يا سيدي. جاي متعليك اسمع. فوالا اللهم صل على النبي على حمزه. اللهم صل على النبي. هاو برو يا سيدي. لا حمزه هاو برو خدمتنا. اللهم صل على النبي. هاي عمي اللي بعتها لي بحق قلبه والله. لا حبوب حبوب. هاي سيدي هاي. وفي الأثناء أعطانا ربي على قد قلوبنا. فرحوا بينا الجيران جابولنا أشقانة مقرونة موزوزة تعمل 66 كيف. المحطة الثالثة كانت شوروم سامي شمام، وين لقينا كل ما نستحقه أكثر. هون لقينا السانيتير، السيراميك، الروبيناتري، لي مابل سال دو با، وحتى لي فيي وتاع الكوجينا خديناه. وزدنا دللنا عليه ووصلنا السلعة لباب الدار. البروفيسيونيل دو سيكا مازالوا يخدموا باش يقضيوا نهائيا على الباب. المأمورية مش سهلة بالكل. ايه التكنيك هذايا التطيشة هذايا؟ مالا انا التكنيك بتاعي نقلب بالتوالي. تحب تجرب؟ بخمي ريسي. لا بعد وجهي. يا سيدي ها. لا ديما الفوق ما تهبطش لوتا. شنو هكا؟ ديما 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 عبي هكا. اوكي. باش تطاوعك الخدمة فهمت؟ يا بنتي وقتي تقعد بحدا واحد اليد في اليد دلواش برنامجنا وبرنامجنا هذا اللي نحكيوا عليه راهو اليد في اليد مش باش تقعد تصفق ويا ديني هات كريم يا ولدي والله راني ركبت برجه يا رستم يا ولدي وكيفاش اليد في اليد ريت لا مش هكاك مش هكاك ها كريم مش هكاك كريم مريقل ولا ترى شوف باليد الصناعي صحيح باليد هكا ولا هاي شوفوا برنامجنا شو من هنا فصاعدا انا ما عادش باش نحط يدي في حاجه قبل ما تجي انت باش تقدر مجهوداتي خاطر انا من اول الشانتي حتى لتوا وانا مرمده وانت تويك جيت رديتني انا ما عملت حتى شيء يا بنتي نسافر ونخلقوا في الديار نمشيوا نلوجوا على الديار وانا ما نعرف في شيء اوكا نقسموا في اللي تاش نتاعنا انا اصلا نعطي فيهم في موجات ايجابيه انا وياك يا حبي لا نجيبوا فرقة فرد مرة الدار ما تضوى كان بالدهن اليوم باليت بانتور في أريانا حطيته في دينا وخلى على ذمتنا توت لقام باش نختاروا منها دفن الدار
جي وقت الديكوراسيون البابيي بان اللي يزيد شطر في زين لاسباس. بافو ديكوراسيون وفر لنا بابيي بان ايطالي من احسن الكاليتي اللي نجمو نلقاوها في تونس. عنا باج فيسبوك هي بافو هوم ولا عنا باج انستغرام بافو ديكوراسيون ولا عنا نمرو تليفون نمرو تليفون عطينا نمرو تليفون اسهل 29 513 857. باه ويتصلوا بكم وتجيوهم وين هما وتريقوا لهم الامور من الاستشاره الى التنفيذ. وقايت باش نركبوا شبابك الالمنيوم مع نظافة. دوزيس الالمنيوم مشكورين ووفرولنا أحسن كاليتي الالمنيوم في وقت قياسي جدا، وزادوا حطوا يدهم في دينا وجاوا للتركيب اللي كان في قمة الحرفية. هاجر مرحبا بكم. يعيشك بك. وزيت ان سوسيتي دو ديستريبيسيون تاع الالومنيوم سي سا؟ وي احنا اس تي سي سوسيتي تونيزيان دو كوميرس د الالومنيوم بازي في صفاقس. عندنا اون دو بوين دو فونت روت دو تونس روت دو غرمدا سبيسياليزي دو فونت اون غرو اي اون ديتاي تو سكي بروفيل اون الالومنيوم توت لي غام لي فولي رولون لي غارد كول بي في سي. وي بيان سور فولي رولون تو سكي بي في سي انجكتي لا ميكس 3 دي بيان سور لي اكسسوار. بارفي. كما جاوب حدانا دوسيس الومنيوم نعملوا ليكسيكسيون تاع الالومنيوم ونتعاملوا معاكم ونخليو من عندكم لي برودوي. اذا كان فما اوتر سوسيتي حاب يخدموا معاكم كيفاش يعملوا باش يخو؟ وي احنا نتعاملوا مع لي بروموتور لي زارشيتيكت مع لي منيوزيري د الالومنيوم كيما لي منيوزيري دوسيس. اللي حاب يكونتاكتينا بيان سور ينجم يكلمنا على النمبر 36 26 36 25 او بيان على الباج فيسبوك اس تي سي. تنجموا تجيونا تزورونا في صفاقس. مرحبا بكم. اون سي دي بلاس على تونس كامله. بدات الدار تضوى وناقصها كان الأثاث اللي اختاره محمد علي من ستوفاب. جابولنا بيوت النوم للكبار وللصغار. أما أكثر حاجة الحقيقة فرحتني كي شفت فروشات الصغيرات البيروات والجاردروب وين باش يحط هويجهم. كنا تعبنا وستريس زاد علينا وولينا نطيحوا في التنسيون بشوية جو. باش تزيد الدار تضوى أكثر وأكثر مشيت أنا محمد علي الكونسيبت لايتينج في أريانا وين دخنا بشوال لقيناه.
كل أنواع وأشكال للليميير لقيناها هوني. الحقيقة محمد علي هو اللي اختار للمس. وجاونا أولاد كونسيبت لايتينغ في نهار ركبونا كل شيء باش ولات الدار حاضرة للتسليم. العم حبيب اللي باش نزيد عاد نفوح لك شويه كيما قلت انتي اكاديا انتي باكتيريا لي روسور نتاعها مرتاحين بالكدا النهار الموسم نتاعها ياسر مرتاح وان شاء الله مبروك على العم حبيب على الدم نتاعو لكن واش جبتوا اخر انا تو كنت مع محمد جبنا الديامون جبنا الديامون ايش نوريك الديامون برا نمشيو نزيدو تشوفو اي فوالا لي ماتلا ديامون الصغيرات هي سيتي غارونتي 4 ans. Effectivement, le diamant تاعنا غارونتي 4 ans. Voilà. حاجة مرتاحة، سمحة ياسر يعطيه الصحة محمد علي على الديزاين والشوا والشوا خاصة في البابي بان في الفروشات الكل معطام أمبيونس نتاع الصغيرات. الناس تذكر وقت شفنا الدار. تعرف لي انا بديت ننساها كيفاش كانت. فوالا. نتفكر هكا حاجات أما بالحق توا في اليوم بالذات. احساس جميل اللي انا نسيتها كيفاش كانت كاريمون هكا كانت الصاله وهكا ولات هكا كانت بيت الصغيرات وهكا ولات هكا كانت الكوجينة
وشوفوا كيفاش ولد. هكا كانت بيت النور. وهكا وليت. هكا كانت السال دو بان. وشوفوا كيفاش وليت. هذه النتيجة اللي نلقاوها كي نحطوا اليد في اليد. يا عم حبيبة هنا يا ناس. ها مصلي عني بين الناس الكل. خالد زهرة. سيدي زهرتنا البركة. وريت ريت فرحانين بينا. هاي فرحانين بينا ملاوينك. أمور واضحة. أسمع قلقناكم. مريايي مبطينة. لا توم فيك نهار الفيضانات. اي نهار المطر. وفي الاخر بالكل عملنا اليد في اليد. الجيران الكل تعبناكم، الناس الكل تعبناكم. المقارن والحلوى والشوكولاته وحمزه وعم حبيب. عم حبيب زيدا. عم حبيب. الحب الكل موجود في الحومه هذه. خالتي زهره عجبتك شي الدار؟ انت وقت حبيت الدار كيفاش كنت متخيلتها؟ والله كنت شكون باش نعملوا نديكا نديكا احنا برنامجنا اليد في اليد. نقول لكم ان شاء الله مبروك عليكم الدار. الفضل ربي واللي سبونسور نتاعنا وسي محمد علي اللي بالحق سهرنا الليالي. وبارك الله فيكم انتم كنتوا والجيران بارك الله فيهم زادة كانوا سيد معنا. سيد المهندس ابدع. انا نسيتك فيش كانت تمن بالله صدقني نسيتك فيش كانت. يدلي نتفكر حاجه نتفكر لي ذيك كان حيط واللي هي ملي تهد الحيط هذيك هديت وين خاطر ايوا وانا نشوف فيها هي تهد بالواحد وليت خايف مني من وقتها. اي من وقتها وليت خايف. انا قلت المراه داخله في الهدان وشيء كبيره الحيط والبركير والديها شيء اللي تفل يد ذاك هو يا معلم. وانا وين وين وانا معلم باش تعرف تعرف علاش خاطر تبعثني برا شوف الديار برا ندرى شنو وهي تجي بحذاك لهنا وسي محمد علي وين انا عطيتك المهام اللي ماهيش متعبه ومشيت انا للمهام الشاقه. اي صحيح صحيح ولا هي هكا هو اي لله اليد في اليد. ومن بعد في الاخر انا بيلت وهو شد فيك هو شدينا صحيح ويعطينا صحه. برنامجنا اليد في اليد سهرنا الليالي باش خرجنا الديامونتا كي هذه. ان شاء الله خالتي زهره تكون فرحانه الاولاد يكونوا فرحانين. اندي تنسيه تو الحمد لله. اما قل فندي عندك زيد التوش البصمه نتاع محمد علي اللي هي بالحق ما شاء الله ظاهره للناس الكل كيفاش كانت وكيفاش وليت وكيفاش تعطي لاسبي حتى كي تدخل تولي تحسها كبارة الدار تحسها كبيره. واي غي صحيت كانت مغمومه خاطر انتم عندكم مشكل فوالا لي. وفما حاجه اخرى انا كاميرا توا باش نحكيها اللي احنا كنا نجمو ابخي تو نحطو سالامونجي غادي اما كان خلينا سالامونجي باش ياكل اسباس اكثر مش باش يعطي المنظر هذايا كيما هكا ومش يعمل لا سيباراسيون ما بين الصالون والكوجين صحيح ولا لا. رد بالكم فات اتونسيون ما لاش هي ليكيب نتاع اليد في اليد باش نخليو العائله مرتاحه فهمتني. حاجه اخرى احنا نسيناها يا ناس ياسر 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 الاولاد نتاعنا اللي تابوا معانا حكيم وخليل خليل الاولاد الكل اللي يعطيكم الصحه وامين الكلهم ان شاء الله الكواليس راهم تابوا ياسر باش تكونوا انتم فرحانين. وهذه طولت ياسر يا لاله راهو عندنا سفر اي عندنا توا نقصوا ربي فواياج وين ان شاء الله تكونوا فرحتوا وان شاء الله نكونوا حققنا الهدف الرئيسي نتاع الحلقه نتاعنا اللي هو في الظل رجال رجال الستار. نقصوا ربي لله نقصوا ربي ما نقولوش وين رستو. اي تو انا باش نشدوا السفر باش يعرفوا اللي احنا وين. اي تو باش نشدوا السفر تو باش نشدوا السفر طبعا احنا كل ولايه كل اسبوع في ولايه تو نسمعوا الزغروته ليلتكم زينه.
ان شاء الله بالعمار وبالبركه يا ربي. هز الحلو، هز الحلو، هز الحلو، غالبه ما ذكرش الحلو.